يا مساء الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هتكلم معاكم عن كل المنتجات اللي جربتها من شركة بايونكس، وهقول لكم ايه اللي يستاهل انكم تشتروه وايه اللي مش مستاهل. وشركة بايونكس شركة سويدية، اسعارها كده في المتوسط، مش الرخيصة ومش الغالية، ودايما يعني بينزلوا عروض، فحاولوا انكم تشتروا المنتجات في العروض. في صيدلية العزبي دايما بينزل عرض قطعة والتانية بنص التمن، وانا دايما بشتري في العرض ده، واوقات بينزل خصومات 15% بصراحة، بس مش اكتر من كده. وهي شركة سويدية، عندهم منتجات للبشرة وكمان للشعر، بس انا مجربتش خالص منتجات الشعر، جربت منتجات البشرة. اول حاجة جربتها من عندهم هو الفيتامين سي، واتكلمت عنه قبل كده، فيتامين سي بتركيز 15% بلس فيروليك اسيد بتركيز 0.5%، وده بيحافظ على الفيتامين سي ان يكون مستقر، وهو لونه شفاف على فكرة وقرب يخلص، ومع ذلك مغيرش ريحة ولا لون ولا اي حاجة. في الاربيوتين، هو لونه شفاف وقوامه مائي قوي خفيف على البشرة، وطبعا مفهوش عطور ولا الكحول، وفي ريحة بسيطة كده، ريحة التركيبة ريحة برتقال. من احلى انواع سيرم الفيتامين سي اللي جربتها الفترة الاخيرة، بتشوفي منه نضارة في وقت قليل، امتصاصه حلو ومش بيضايق البشرة، مش بتحسي معاه انه بيأكسد البشرة او بيدي لون مصفر. تعرفين ان جربت الفترة الاخيرة انواع كتير من سيرم فيتامين سي من شركات مصرية، ومعظمهم تقريبا مفيش نوع عجبني. واللي كنت بحبه زمان واتكلمت عنه قبل كده اوز ناتشرال، وكان عندي الاصدار القديم، والاصدار الجديد ما كانش بصراحة بفعالية الاصدار القديم، وكمان حاليا الشركة كمان نزلت اصدار جديد كمان، ما حصلش معاه اي تحسس رغم ان تركيزه 15%، مش التركيز القليل، عشان كده حسيت معاه بنضارة في وقت يعني مش كبير قوي من الاستخدام. ممكن تستخدموه الصبح وممكن تستخدموه بالليل، ولو عايزين منه تأثير على البقع والتصبغات حاولوا انكم تستخدموه مرتين، يعني استخدموه الصبح قبل الصن سكرين، هيفرق جدا معاكم. وعلى فكرة هو الصبح برضو لطيف، ما حسيتش معاه انه بيعمل تحسس او قوي بزيادة على البشرة. ولو عايزين تأثير كمان اقوى على البقع والتصبغات، حاولوا انكم تستخدموه كمان بالليل، هيفرق معاكم في روتين التفتيح. فهو من الحاجات اللي فعلا شفت منها تأثير في النضارة وفي التفتيح، بس في التفتيح محتاج انك تستخدميه مرتين في اليوم. من الحاجات اللي فعلا تستاهل انكم تشتروها من شركة بايونكس، وده اول منتج كنت اجربه من عندهم، وبسببه جربت كمان باقي المنتجات. وتاني حاجة جربتها واتكلمت عنه قبل كده وهو سيرم ريتينول بتركيز 1%، وده بصراحة يعني شايفة انه ما يستاهلش انكم تشتروه، بسبب انه بيور ريتينول ان سكوالين، يعني ريتينول دايب في زيت، فلو حد بيتضايق من فكرة ان يكون الريتينول قوامه زيتي فهو مش هيعجبه خالص بصراحة. يمكن تحبوا اكتر البشرات الجافة المختلطة اللي بتميل للجفاف، بس بالنسبة لي لا بصراحة، كريتينول كنت متوقعة منه اكتر من كده، فسيرم الريتينول بتاعهم لا ما حبيتهوش. كمان هما عندهم سيرم مقشر نفس فكرة ذا اورديناري بس بتركيز اقل، هنزل لكم صورته، في جلايكوليك اسيد بنسبة 10% و2% ساليسيليك اسيد، ده انا مجربتوش، بس معظم اللي جربوا بعتلي بيشكر فيه على الانستجرام. فلو عايزين حاجة بديلة وتكون معانا مش مقاطعة، مقشر يكون قريب لفكرة المقشر الاحمر من ذا اورديناري، او حاجة يكون فيها جلايكوليك اسيد بنسبة 10% زي مثلا ايزيس فارما اللي كنت بستخدمه قبل كده، ففي بنات كتير جربته وقالت لي ان فعلا بديل كويس جدا للمنتجات دي، بس انا يمكن اجربه يعني الفترة الجاية، بس يعني كتير منكم بيشكر فيه. وطبعا كالعادة انا اي شركة بتعجبني منتجاتها على طول ببدأ اجرب السان سكرين بتاعهم، بايونكس دراي تاتش سان سكرين فلويد ماتي فايننج افكت، خالي من العطور والبارابن والمينرال اويل. هنزل لكم فيديو هنا وانا بستخدمه، هقول لكم مميزاته وعيوبه، واي سان سكرين فيه مميزات وفيه عيوب على حسب انتي هتتقبلي عيوبه ولا لا. بس انا بالنسبه لي يعني مفيش سان سكرين كامل. دراي تاتش بايونكس، بصوا بقى قوامه خفيف، امتصاصه حلو زي ما انتم شايفين، في البدايه بتحسي انه بيسيب شويه لمعه على البشره، بس مجرد ما البشره بتمتصه بيدي فعلا فينش مطفي. في تكنولوجيا هم مستخدمينها انك بتحسي معاه وانت بتوزعيه،
باحساس بودري او رملي، والمفروض انها بتبدا تمتص الدهون اللي موجوده في البشره. في ناس النقطه دي ضايقتها، وفي ناس يعني محبتش الاحساس الخشن او الاحساس البودري. انا بالنسبه لي ما كانش في منه اي مشكله، خصوصا ان ده اكتر سان سكرين ما كانش بيفرول نهائي معايا، مهما عملت، مهما حطيت ميك اب بعده، مهما دمجت، مهما حطيت طبقات، ما كانش بيفرول نهائي. فعشان كده حبيته كمان في النقطة دي، انه مش بيفرول، بيمتص حلو، بيدي لمعة في البداية بس بتروح، فعلا بتحس بفينش قريب للفينش المطفي. بخصوص الحماية من الشمس، حمايته كويسة جدا، جربته في الفترة اللي فاتت، كانت الشمس زي ما انتوا شايفين طبعا الجو كان صعب جدا، والصيف ده كان شديد، كان بيحمي معايا كويس جدا. اوقات كمان كنت بكسل اني اجدده، ومع ذلك البشرة كانت ما بيحصلش فيها احمرار او التهاب او حروق من الشمس، يمكن اسمرار بسيط، ولو جددته ما كانش بيحصل. فحمايته فعلا ممتازة جدا. بس عشان اكون صريحة معاكم، في الفترة الاخيرة اللي كان الجو سخن جدا وحر قوي، كنت بضطر لما استخدمه احاول اني اقعد في مكان بارد لحد ما البشرة تمتصه عشان يتحول لفينش مطفي، وبعدها ابدأ احط ميك اب. لكن لما كنت بحطه والجو حر والجو صعب، كان بياخد وقت عشان يمتص، وكمان كان بياخد وقت عشان اللمعة تروح، وده بسبب ان الجو كان سخن جدا. فكان صعب اي نوع سان سكرين، مش هو بس، ان يبدأ يديكي فينش مطفي بسهولة مع الحر والرطوبة العالية. عشان كده كنت دايما لما بستخدمه في البداية بحاول اني اكون في مكان شوية الجو فيه حلو عشان يمتص ويديني فينش مطفي، وبعدها ببدأ استخدم باقي المنتجات او اتعرض للجو العادي بتاعنا. بس هو بالنسبة لي بصراحة يعني احسن سان سكرين جربته الصيف ده. معظم الانواع اللي انا جربتها اتكلمت عنها في فيديو، عاملة فيديو عن كل انواع السان سكرين، بصراحة معظمهم مكانوش حلوين، وكانوا معظمهم الحماية بتاعتهم ضعيفة، وفي اللي كان بيزيت قوي. فأنا وضحت مميزاته وعيوبه، وانتوا شفتوا كمان شكله على البشرة، فلو حابين تجربوه تمام. بس أنا بالنسبة لي حبيته، وعايزة أقولكم إن دي تاني عبوة منه، من كتر كمان ما حبيته حبيت إني أجرب باقي الأنواع اللي موجودة عندهم. فاشتريت الصن سكرين الإسبراي ده، إسبراي بس سبراي مختلف عن اي نوع سان سكرين سبراي بصراحة جربته قبل كده، اللي هو بيطلع زي مثلا بتاع دراكون او لاروش بوزي او الي جون. ده لا، ده سبراي مائي زي اي فيكس سبراي كده بنستخدمه للبشرة. بصوا بقى شكله عامل ازاي، هو بيطلع سبراي بس سبراي مائي، مفهوش اي عطور ولا الكحول. بس يعني هو بس كسبراي فيه كام مشكلة وريتها لكم قبل كده، برضه هحط لكم فيديو هنا وانا بستخدمه، انه مع الاسبراي بيطلع شوية لون ابيض، بس مجرد ما البشرة بتمتصه تمام مفيش اي مشكلة. حاول اوريكم شكله، هو مشكلته بصوا ان الاسبراي بتاعه بيكون لونه ابيض، فلو اللبسة الوان غامقة او الطرحة لونها اسود بيبدأ يعمل زي تجييرة او يبقع في الهدوم، ولو حاطة بودر كتير على البشرة بيبدأ بصراحة يعلق في البودر، ويبدأ عارفين اللون الأبيض بيبدأ كده يطبع في البودر. فهو لو حاطة ميك اب خفيف أو حاطة ميك اب كريمي أو أي حاجة مفيش أي مشكلة. فهو فيه كام عيب، بس أنا بالنسبة لي بصراحة بالنسبة لمميزاته ولا عيوبه بالنسبة لي حاجة عادية جدا. فده كمان هيناسب الناس اللي ما كانتش بتقدر تستخدم أي سان سكرين سبراي بسبب العطور والكحول وطريقة الاسبراي العادي اللي بيأثر على الجيوب الأنفية. فهو بالنسبة لي مميزاته بتخلي ان عيوبه ممكن اتقبلها، وانا في الاساس يعني بالنهار مش بلبس الوان غامقة، وكل مشكلته لو لابسة كمان اسود، يعني الالوان الغامقة الباقية مش بيطبع قوي او مش بيبان قوي، هو الاسود بصراحة بيبان تجييرة كده غريبة عليه. لكن غير كده لا، مع الالوان الفاتحة عادي جدا. وكمان انا في العموم يعني بالنهار مش بحط بودر، ممكن بحط حاجات خفيفة، كونسيلر، بلاش، كريمي، فبالنسبة لي الموضوع عادي جدا في التجديد، مش بيطبع ولا اي حاجة وبيبقى حلو قوي. كل مشكلة بس لو هتستخدموه حاولوا انكم ما تكونوش حاطين بودر كتير، ولا كومباكت بودر، ولا بودر فاونديشن، ولا اي حاجة بودري، لان فعلا بيعلق كده ويطبع اللون الابيض فيها،
وممكن على فكرة لما تدمجوه الموضوع بيقل، بس يعني يفضل حاجات كده خفيفة. ومعظمنا في النهار والجو الصعب ده محدش بيحط ميك اب كتير يعني، فهو مع الميك اب الخفيف تمام بيبقى حلو قوي وبيمتص حلو جدا. عايزة اقول لكم انكم ممكن تستخدموه كسان سكرين يعني عادي، وانا في العادي كنت بعمل كده، باخد كمية على ايدي، ويفضل الطريقة دي احسن عشان يتوزع على البشرة كلها لو هتعتمدوا عليه كسان سكرين اساسي، وابدأ اوزعه عادي جدا. بيكون خفيف على البشرة وبيمتص حلو وكل حاجة، بس بيسيب كده احساس ترطيب على البشرة، مش لمعة ولا اي حاجة، بس احساس ترطيب، بس مش بيدي فينش مطفي زي الدراي تاتش. يعني الدراي تاتش بتحس ان بشرتك لا مطفية، هو بيفضل موجود على البشرة كأنك حاطة مرطب خفيف، فاهمين يعني اقصد ايه؟ عشان كده حتى انا ده لما الجو بيكون حلو وبشرتي محتاجة ترطيب كنت بستخدمه هو بدل الدراي تاتش في الجو حاليا كمان. ولما ندخل على الشتاء ممكن يكون حلو معاكم سواء سان سكرين اساسي او سبراي، كل الحكاية انا مبفضلهوش في الصيف للبشرة الدهنية، لكن باقي البشرات عادي جدا، وكاسبراي برضو عادي جدا ممكن يناسب البشرة الدهنية لانه مش بيسيب لمعة، هو بيسيب كده ترطيب خفيف على البشرة، وده مفهوش لا احساس بودري ولا رملي ولا اي حاجة، وهم كاتبين عليه انه مناسب لجميع انواع البشرة ومناسب كمان للبشرات الحساسة، وبرضو خالي من البارابين والبرفيوم واي ملونات. الاتنين بصراحة دول انا حبيتهم خالص. حاليا كمان الجو حلو، وكمان في الشتاء هيبقوا حلوين جدا. برضو الحماية بتاعته كويسة جدا، بس حماية الدراي تاتش اقوى. الاتنين فيهم فلاتر فيزيائية وكيميائية، بس الدراي تاتش فيه عدد فلاتر اكتر، 5 فلاتر فيزيائية وكيميائية، وبحس ان ده حمايته اقوى من ده. وبس كده، ودي المنتجات اللي انا جربتها من شركة بايونكس. انتوا لو جربتوا اي حاجة من شركة بايونكس اكتبولي عشان كلنا نستفاد، وانا احتمال قريب اجرب كريم العين، هنزل لكم صورته لان سعره حلو، سعره في العروض في حدود 300، وشفت كتير بيشكر فيه انه بيساعد فعلا على تفتيح الهالات، فاحتمال يعني قريب اجربه. وبس كده، لو حابين كمان اجرب منتجات تانية من شركة بايونكس، او لو حابين اعمل لكم فيديو عن شركة معينة انا جربتها اكتبولي. وبس كده، وشكرا ليكم ومع السلامة.